نباتية أخرى كما كل نهار. اليوم عندنا واحد الفاريتي زوينة فونيو كما العادة، صلابة بالخس ومغطيشة وبصلة والخيار، فيها زيت البلدية والحامض، تكتوكة. هذا ليزيبيناغ مع البصلة. هذا العدس طيب مع القرعة الحمراء البلدية. كان فيها بطاطا حلوة ولكن ما بقاتش، كان فيها شوية. شفتوا هذا هو هذا الغداء ديالي والفطور ديالي والعشاء ديالي مرة واحدة تناكل في النهار، وعرفتي على راحة تجيك لما تتولف تاكل مرة واحدة في النهار. ممكنليش نوصفها لكم، خاصكم تجربوها. في الأول غير جوج مرات تاكل في النهار كتجي الناس صعيبة، ولكن باش كتولف جوج مرات ومن بعد بشوف شوية مرة واحدة أحسن حاجة. الإسلام قال لك اللي كياكل ماكلة واحدة في النهار هذيك تسمى ماكلة الأنبياء، هذيك أكل الأنبياء. جوج مرات أكل الصالحين، ثلاثة مرات تقول لهم سير ديهم يعلفوا مع البقر مع البهايم. هادشي كاين حتى في الدين الإسلام، زعما ماشي شي حاجة اللي بعيدة من الدين الإسلامي. ماشي حنا في دولة إسلامية وكتشوف واحد تيهضر في اليوغا وفي شي حوايج اللي غريبين على العرب ولا على الإسلام، حقيقة كاينين حتى في الإسلام. وهاد الحوايج هاد الأشياء الروحانية اللي بديت كنمارسها وكنسير بها حياتي خلاتني نفهم الإسلام حسن، الإسلام الحقيقي. هادشي كله كاين حتى في الديانة زعما ديال هاد البلاد، ولكن الناس شادينو غلط، شادينو مقلوب. بحثو مزيان وشوفو وجربو، خصوصا جربو. إلا جربتو غادي تشوفوا النتيجة مباشرة، ماشي شي واحد قالها لك وخاصك تيق به ولا ما تيقش به. جرب انت وشوف، التجربة هي احسن معلم، هي التجربة.